السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. الناس اللي اول مرة كتشوفني على القناة، اتمنى انها تنزل تحت تبارك الله زر سابوني ثم تفعل الجرس باش توصل بالجديد اللي انا كنحطو على هذه القناة. اذا من خلال هذه الحلقة غادي نصحح الامتحان ديال الدورة الاستدراكية ديال 2018، المسلك ديال العلوم الانسانية. اذا الحمد لله توقعي كان صحيحا، وطبعا الناس اللي كانت كتشاهد القناة ديالي من البداية يعني حتى أن دوز الامتحان فرسلوا لي مجموعة من الرسائل اللي كيشكروني فيها لأنهم ركزوا على النص التطبيقي وتعطاهم النص التطبيقي في الدورة الاستدراكية. إذا كما هو معلوم، كما اشتغلتم يعني في الدورة الاستدراكية على النص التطبيقي أنتم المسلك ديال العلوم الإنسانية. إذا النص التطبيقي كان لي يعني الشاعر محمود سامي البارودي، و يعني قصيدة فقط يعني الإشارة من خلال هذه الحلقة غادي نعطي فقط يعني ماشي غادي يعني غنعطي تصحيح يعني كتابي، وإنما غادي نعطي تصحيح شفوي لأن حقيقة اللي عطى الله عطاه، وهذا التصحيح الشفوي غادي نركز على يعني النقط المهمة ويعني الأساسية يعني فقط يعني التلميذ بامكانه انه يعني يكتب بطريقته الخاصه، لكن ما يخرجش على هذه النقط الاساسيه يعني اللي انا غادي نطرق ليها يعني ان شاء الله في هذا التصحيح. اذا اول سؤال، اول نقطه تعطاتكم هو تاثير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي مع وضع فرضيه لقراءته. اذا الناس اللي كانت كتشاهد يعني الشروحات ديالي، فكان مطلوب منكم هنا هو انكم تعطوا مقدمه عامة ذكر فيها السياق التاريخي والسياق الأدبي اللي ظهر فيه إحياء النموذج، يظهر فيه يعني إحياء النموذج، ثم أنكم يعني تصيغوا فرضية. إذا فأيضا المقدمة لها شروط وخصائص كما قلت لكم في البداية، هو السياق الثقافي والأدبي، ثم مباشرة ذكر الرواد وتخلي الرائد اللي أنت في صدد تحليل القصيدة ديالو هو محمود سامي البارودي في آخر يعني رائد، ثم ايضا طرح الاسئله الاشكاليه. الاسئله الاشكاليه ملي كنجيبوها انطلاقا من الاسئله اللي عندنا في الامتحان، ثم ايضا مباشره باش تطرحوا الفرضيه. الفرضيه كما قلت لكم هي نتاج ديال الملاحظه البصريه ديال القصيده. اذا من خلال ملاحظتكم البصريه فغتلاحظوا على ان القصيده ذات نظام شطري المتناظرين، قافيه موحده وروي موحد، ثم يعني تلاحظوا ايضا يعني بدايه النص، بدايه القصيده والنهايه ديالها، فبامكانكم انكم يعني من خلال هنا تطرحوا الفرضيه. اذا هذا كان فقط يعني السؤال الاول. ثم سؤال ثاني اخوان، يلفت الاشاره، راه مطلوب منكم انتم انا شنو هو انكم تكتبوا نص متكامل. ماشي شي واحد فيكم بقى يشاهد القناه ويقول لي الاستاذ لا راني ويكون فعلا هادشي اللي كان داير هو صحيح ويقول لي استاذ راه كتبت مزيان في الاخر يتفاجئ بالنقطه. لا، راه مطلوب منك هو الناس تكتب داكشي بالاضافه الى هاد النقط اللي نعطيك، بالاضافه الى انها تكون صحيحه. راه مطلوب منك هو تكتب انشاء متكامل، الانشاء متكامل يعني داكشي الفقره ما بين فقره وفقره والروابط استعملتي مزيان والاسلوب ديالك يكون مزيان. اذا كل هاد المسائل كياخذهم المصحح بعين الاعتبار. غنمر مباشره الى السؤال الثاني، هو تلخيص مضامين النص. اذا تلخيص المضامين، انا نعطيكم المضمون العام، فاهم كلكم من خلال المضمون العام انكم تخرجوا الفقرات ديال هاد النص هذا. اذا شنو 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 كيهضر لنا، علاش كيهضر لنا هنايا الشاعر؟ كيهضر لنا على محمود سامي البارودي، كيهضر لنا على الحاله ديالو في المنفى. يعني يصور البارودي حاله في المنفى مصورا اثر تلك الايام والسنوات التي قضاها في المنفى وما عناه من غربه وبعد عن بلده واهله. طبعا هذا هو يعني المضمون، فقط يعني من خلال المضمون انتما تخرجوا يعني علاش كيهضر في الفقره الاولى، علاش كيهضر مثلا، علاش كيهضر عفوا في بدايه النص، وعلاش كيهضر في بدايه القصيده، ثم الغرض يعني من القصيده، ثم الختاما وهي الحكمه. السؤال الثالث وهو تحديد الحقول الدلاليه المهمه في النص والمعجزه المرتبطه بها وابراز علاقتها بالحاله النفسيه. اذا الاخوان راه من خلال هذا التصحيح هذا انا فقط كنعطيكم العوارض، راه ما كنعطيكمش يعني التصحيح كما هو خاصو يكون كما قلت لكم، انا نعطيكم فقط يعني العوارض يعني العامه، وكما قلت لكم العوارض ممكن ليكمش انكم تخرجوا عليها. الحقول المهمه بامكاننا ان نخرجوا جوج ديال الحقول. الحق الاول حق الحنين والشوق، الحق الاول،
ثم الحقل الثاني وهو الحقل الافتخار والاعتزاز، الافتخار والاعتزاز. ثم المعجم المرتبط بها، فيعني الى قريتوا القصيده ديالكم فراه اغلبيه ديال المواضيع فهي كتهضر على الحنين والشوق، فكتهضر ايضا على الافتخار والاعتزاز. يكفي انكم ترجعوا للقصيده وتستخرجوا يعني المصطلحات وتدرجوهم يعني ضمن هذه الحقول اللي انا طرقت ليها. ايضا بامكان ان شي واحد فيكم يستخرج الحقل الدال على الحزن الشاعر الى غير ذلك، فهو يعني حقل كيبقى حقل يعني صحيح. ثم يعني نطلب منكم انكم تخرجوا العلاقه بالحاله النفسيه ديال الشاعر من خلال هاد جوج الحقول اللي انا عطيتكم. اذا بامكانكم انكم تكتبوا وهكذا زواج الشاعر بين الشوق والافتخار بسبب نفسيته التي اضحت تتارجح تارة بين الحنين الى اهله وتارة استرجاع بطولاته وفخره بشهامته. اذن هي العلاقه اللي كتربط ما بين يعني جوج الحقول، هي علاقه يعني مرتبطه طبعا بالحاله النفسيه للشاعر. السؤال الموالي وهو رصد الخصائص الفنيه للنص بالتركيز على الايقاع والصور الشعريه وتحديد وظائفهما اذا الاخوان ما طلبوش مننا الاساليب، فاذا ما كاينلاش اننا نديروا الاساليب، وحتى اذا الاساليب ماشي مشكل، تنقل الاساليب يعني ماشي مشكل، فقط يعني راه كتزيد على راسك وصافي. اذا الايقاع، نبدا بالايقاع الخارجي. اذا اعتمد نظام الشطرين المتناظرين القائمين على وحده الوزن ووحده القافيه والروي، اذا هذا غادي ديروا في الايقاع الخارجي. ثم التسريع في مطلع القصيده بارق 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 ايضا، فايضا يعني استعمل حتى التسريع يعني في اعتقد ربما طبعا اذا يكفي انكم ديروا في بدايه القصيده، حتى لما دارهاش فكاين لا يعتبر بانها حقيقه بان تكرار هذيك بارقه بارقه اولى يعني، فلا باس في ذلك. حتى لما درتيش التسريع راه ماشي مشكل. وكاين ايضا اللي ما غاديديرش البحر فلا باس في ذلك، لان ماشي ضروري انك دير البحر كما قلت لكم في الحلقات الماضيه، راه تقدر انك دير البحر ويكون البحر خاطئ ويضرب لك المصحيح على داكشي كلشي. اذا هذا فيما يخص الايقاع الخارجي. الايقاع الداخلي هو كما تعلمون هو يعني فيه التكرار ديال مجموعه من الكلمات كالايام كبارق ك مجموعه من الكلمات المعاوده في النص. كما ايضا استعمل تكرار بعض الاصوات والمدود كالميم والفاء والهمزه والالف والياء الى غير ذلك يعني من التكرارات ديال الاصوات والمدود. اذا من بعد ما درنا الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي غادي نجيو الان نديروا الوظيفه ديالهم، لان طلبوا لنا الوظيفه ديالها. اذا وقد ولد ذلك توازيا ايقاعيا منح النص طاقه ايقاعيه داخليه وادى وظيفه جماليه وتاثيريه، ضروري وادى وظيفه جماليه وتاثيريه. اذا مستوى الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي. اذا فيما يخص يعني الوظيفه ديالهم، غادي ندوز مباشره الى الصور الشعريه. اذا القصيده حقيقه مليئه بالصور الشعريه يعني خصوصا يعني التشبيهات والاستعارات الى غير ذلك. فالان غادي نركز لكم على بعض التشبيهات اللي كاينه في النص. اذا نزعت بها عني ثياب العلائق، نزعت بها عني ثياب العلائق. اذا هنا شبه الشاعر العلائق والروابط بين الناس بالثياب، العلائق والروابط بين الناس بالثياب. ايضا رنقنا مشربي، رنقنا مشربي. اذا تشبيه شاعر الايام بالشيء الذي عكر صفو الماء، تشبيه شاعر الايام بالشيء الذي عكر صفو الماء. اذا هذا فيما يخص يعني تشبيه. ثم الاستعارات، هناك يعني العديد من الاستعارات يعني في القصيده. اذا غادي نعطيو الوظيفه ديال هاد الصور الشعريه. إذا وظيفة الصور الشعرية هي وظيفة تأثيرية وتسعى إلى إشراك المتلقي، أو سعى من خلالها الشاعر إلى إشراك المتلقي وإقناعه بمواقف الشاعر وأفكاره، بمواقفه وأفكاره. أيضا هذه فيما يخص يعني وظيفة تأثيرية. إذا كاين فيكم اللي غادي يدير وظيفة نفسية، إذا غايقول فيها من خلال يعني هذه الوظيفة النفسية سعى الشاعر إلى التعبير عن عواطفه وأحاسيسه، ايضا فهي صحيحه. ايضا هذا في يعني كل ما يخص
يعني الايقاع البنية الايقاعية والصور الشعرية. غندوز مباشرة الى السؤال الاخير، هو كان يعني خلاصة، والاخوان كما كتعرفوا على ان الخلاصة ما كتنقلش كما تطرقت في الحلقات الماضية، وكما كنشرح يعني واحد المجموعة من التلاميذ، الخاتمة ما كتنقلش، الخاتمة كتبقى البصمة ديالك، وخير دليل على انها كيعطيو فيها اربعة ديال النقاط في الخاتمة بوحدها، اربعة ديال النقاط. اذا هذه الخاتمة دي كان مطلوب منا هو اننا نديرو فيها يعني نجمعوا فيها المعطيات ديالنا كلها، يعني من خلال كيفاش شنو الموضوع اللي تطرق فيه هنا الشاعر، ثم ايضا يعني شنو هما كيفاش تستعمل البنية الايقاعية والبنية يعني سواء الخارجية او يعني الداخلية، وايضا شنو هما الصور الشعرية اللي استعمل لينا هنايا. ثم ايضا يعني مباشرة غادي نجيو غادي نديرو تمحيص ديال الفرضية، يعني كنأكدو هنا واش الفرضية صحيحة او الفرضية خاطئة او الفرضية قريبة الى الصواب، يعني من خلال يعني الفرضية اللي كنطرحنا في البداية ديال الناس كنتأكدو من الفرضية. ثم ايضا يعني كنتأكدو واش مدى تمثيل الشاعر الى هذا يعني الاتجاه، وهو اتجاه ديال احياء النموذج، واش فعلا يعني حافظ على البنية والايقاع والخصائص ديال احياء النموذج، او انه يعني بدل الى غير ذلك. ثم خلاصة الى بغينا نعطيو الرأي ديالنا كنعطيو، فما بغيناش نعطيو الرأي فلا بأس بذلك. اذا كخلاصة على الاخوان، فبالنسبة اللي شاهد الفيديو ويعني فقط يعني قاس هاد النقط اللي انا طرقت لكن بصيغته يعني الخاصة، فلا بأس بذلك. فقط يعني كتبقى كما قلت لكم الاسلوب والطريقة باش كتبتي نتايا هي يعني الاهم والنقطة البارزة في هاد المسائل كلها. اذا بالنسبة للناس اللي كتشاهد الفيديو ديالي، فأتمنى حقا ان تنزل تحت تبارك على زر سابوني ثم تفعل جرس التوصيل الجديد. اذا اخواني اخواتي الى حدود الان فاضرب لكم موعدا الى الحلقة القادمة. ثم ايضا الناس ديال المسلك ديال الاداب، فانا غادي نحط لكم ايضا يعني التصحيح شفوي، صحيح شفوي الامتحان الدورة الاستدراكي اللي عطاكم. اذا الى حدود الان فكنكون استوفيت عن جميع النقاط اللي انا كنت مسطره انني نناقشها في هذه الحلقه. اذا اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.